أهلا بحضراتكم. 18 من رجب من عام 1441، 13 من الشهر الثالث من عام 2020، أهلا بكم في برنامج من القاهرة. في هذه البداية سنخصصها أو نخصص الجزء الأكبر منها لتداعيات سوء الأحوال الجوية، نبدأها بإشادة رئيس الجمهورية بقدرة الشعب المصري ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي اليوم، قال: لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا على مدار الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا. الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة في الميدان في قلب الحدث، ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية وفدائية وترابط تقول بوضوح إننا سويا يدا بيد أقوى من أي شيء. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصريين. هذه كلمة رئيس الجمهورية على موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي. تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتهدم منازل أهالي منطقة الزرايب بحلوان. وفي مستهل هذا التقرير أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخرا من سوء في حالة الطقس، نظرا لوجود أغلب هذه المنازل بالمكان المخصص لمخرات السيول. وأضافت في تقريرها إن هذا الحادث نتج عنه وفاة عدد من المواطنين وتضرر آخرين، وأكدت أنه على الفور تم التعامل مع هذا الحادث وتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى حلوان العام، كما تم تجهيز المهمات والاحتياجات المطلوبة من أدوات لإعاشة المتضررين بالتعاون مع فرق الإغاثة العاجلة والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني. الوزيرة أكدت في ذات التقرير استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بهذا الحادث. تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا بموقف الشكاوى الواردة أثناء فترة سوء الأحوال الجوية التي اجتاحت مصر والأمطار الغزيرة بالطبع يومي 12 و13 من مارس الجاري. وقال الدكتور طارق الرفاعي وهو مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المصري، قال في هذا التقرير إن المنظومة تلقت حوالي 5022 شكوى خلال يومي 12 و13 من مارس الحالي حتى الساعة 2 ظهرا، حيث تلقت 2211 شكوى خلال اليوم الأول، وتلقت 2811 شكوى في اليوم الثاني، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشارت إلى أن أغلب الشكاوى كانت من انقطاع التيار الكهربائي بواقع 2223 شكوى، يليها انقطاع أو ضعف مياه الشرب بواقع 1317 شكوى، ثم طلبات المواطنين لنسح مياه أمطار بواقع 796 شكوى، ثم حوالي 396 شكوى من طفح مياه الصرف الصحي. كما وصل طلبات أو عدد بلاغات المواطنين حول وجود انفجارات في محولات أو كابلات أو أعمدة الإنارة الخطرة إلى 231 شكوى. كذلك ظهرت بلاغات من المواطنين لنجدة أشخاص مشردين وبلا مأوى بعدد 34 شكوى. وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المواطنين في جميع المحافظات المصرية سجلوا شكاوى على هذه المنظومة التابعة لمجلس الوزراء ما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس المصرية والجامعات أيضا للتعامل مع الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية. جاء ذلك أو كانت هذا التعطيل أو هذا القرار خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين اليوم من غرفة عمليات مجلس الوزراء للأوضاع في محافظاتهم، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.
عبر الهاتف الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية. دكتور إيمان تحياتي لك. أهلا بحضرتك. دكتور، كيف خططتم لما جرى في اليومين الماضيين، اليوم وأمس؟ الحقيقة من بداية الأسبوع، من يوم الأحد تحديدا اللي فات، كانت بدأت نتائج التنبؤات بتقول إن هيبقى في موجة عنيفة هتتعرض لها البلاد في آخر الأسبوع، ولكن لم كانت تتأكد شدتها وكميات الأمطار. أعلنت حالة الطوارئ الحقيقة ده عن طريق غرفة عمليات السيول اللي أنشأتها وزارة الري، وفيها أكثر من 300 مسؤول على مستوى الدولة. منعت الأجازات، تم تخفيض المنصرف من بحيرة ناصر، وده أدى لأن يبقى في قدرة استيعابية في الترع والمصارف إنها تستوعب كميات الأمطار اللي نزلت الحقيقة خلال اليومين اللي فاتوا دول. تم توفير عدد من محطات الرفع الطوارئ، لأن إحنا عارفين إن وقت الأزمات وقت النوات اللي زي دي بتنقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المحطات، فبنضطر نوفر محطات بديله تعمل بالديزل منعا لحدوث اي ارتفاع في منسوب المياه. طب دكتور، انا عندي استفسار، اعرف ان هو بعيد عن التخصص، لكن لو كان في افاده اهلا وسهلا. ما فيش، انا عارف انه ده بعيد عن تخصص حضرتك. ايه السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء؟ هل ان الدوله هي اللي بتفصل ده، ولا نتيجه للامطار وتعطل؟ لا طبعا، نتيجه الرياح الشديده بيبقى في سقوط في ابراج الكهرباء، خصوصا في المناطق المكشوفة، في دلتا، في مناطق كتير أبراج الكهرباء بتقع. الحقيقة احنا شفنا سرعة الريح كانت جامدة جدا، وكان في عدد من الظواهر، مش بس الأمطار، لا كمان الريح الشديدة، ارتفاع الأمواج، دي كلها مظاهر الموجة العنيفة اللي تعرضت لها البلاد. ولكن التخطيط المبكر، التنبؤ الدقيق، ومناقشته في مجلس الوزراء، إعطاء الأجازة للحياة للبلد كلها، ده ساهم كتير في تخفيف الآثار اللي ممكن كانت تنجم على الأرض نتيجة وجود عدد كبير من الناس في الشارع. طيب دكتور، تسمحي لي لو تتكرمي، أنا عندي مجموعة من الأسئلة في إطار التخصص بتاع حضرتك على وجه التحديد، ومعرفش إلى أي مدى برضك هو في إطار التخصص. فكرة انقطاع المياه، انقطاع المياه الحلوة عن المنازل، ايه سببه؟ هل ده نتيجة لفكرة الصرف بصورة عامة؟ انا مش هبرر، انا هسأل السؤال وحضرتك تجاوبي ايا كانت الاجابة. ايه سبب الانقطاع الكامل الظاهر الواضح في كل المنازل المياه الصالحة للشرب؟ خلينا نوضح ان احنا في بلاد جافة شبكات الصرف الصحي فيها مصممة على انها تستقبل فقط مياه المنازل والمياه اللي جاية من الاستخدامات المنزلية. كمية الامطار الكبيرة جدا الهائلة اللي بتنزل في الشوارع أكبر كتير من الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف. الحقيقة وقت الأزمات اللي زي دي، في وجود كمية كبيرة من المطر، وزارة الإسكان بتاخد قرار إنها تقطع المية على المنازل عشان تسيب الفرصة لشبكات الصرف تستوعب منها الأمطار، علشان بيبقى في تكدس كبير في الشوارع. طبعا المياه لما بتتراكم في الشارع ده ممكن يؤدي لخطوره حدوث مس كهربائي، وبتبقى ليها اضرار، هبوط في الاراضي وفي الطرق، وبتاثر على المنازل. فاجراء احترازي ان نقطع المياه عن الناس ويستحملوا شويه، ونقدر ان احنا نستوعب مياه الامطار في شبكات الصرف الصحي. يمكن النهارده رئيس الوزراء اعلن انه هيتم اعاده نظر وتخطيط شبكات الصرف عشان تتواءم مع التغيرات الكبيره اللي احنا بدانا نشوفها نتيجه التغيرات المناخيه. طيب سؤال ثاني يا دكتور ايمان لو تكرمتي، ايه هي العلاقه ما بين المياه الحلوه اللي احنا بنشربها وما بين انقطاعها، ده شق، ثم ربطه بمياه الصرف اللي هي اصلا احنا ما بنشربهاش، فايه العلاقه بين الاثنين؟ المياه الحلوه اللي احنا بنشربها وبنستخدمها كلها بتخرج تاني من المنازل في شبكات الصرف الصحي، بتنزل في الشبكات اللي ماشيه تحت الارض، بتجمع نفس مياه الامطار. فانت بتستخدم مياه المياه الحلوه بتخرج عن طريق مواسير الصرف، بتنزل نفس الشبكه اللي بتنزل فيها ميه المطر. طيب يعني بنوسع لها المكان. مفهوم يا دكتور. طيب حضرتك، فيما يتعلق بالزراعات والترع، احنا كنا سمعنا انه هناك انباء اوليه بانه تخفيض منسوبها، بتخفيض منسوب كل الترع والمصارف والمجاري المائيه علشان تستوعب اي كميات اضافيه. هل ده كل الاحتياطات اللي بتجرى على الاقل في المجال الزراعي ومجال الترع والمجاري المائيه؟ خليني اركز على المجاري المائيه، لان ده تخصص وزاره الري. طبعا في المجال الزراعي وزاره الزراعه بيبقى لها ارشادات للتعامل مع الموجات دي، وبتبقى في يعني متابعه مع المزارعين. بالنسبه لوزاره الري، طبعا لما خفض مناسيب المصارف بيبقى في قدره انها تسحب الميه الزياده في الاراضي الزراعيه. تخيل ان المصرف مليان والارض الزراعيه مليانه، الميه هتفضل تعلى في الارض وهتغرق الاراضي اكتر وتغرق البيوت.
كوني المصرف ده عامل بالظبط زي الحوض اللي في عندنا في المطبخ. لو فاتح الحنفية والحوض مقفول هتملأ. احنا فضينا المصارف علشان نقدر نجذب ونقدر نصرف المياه الزيادة اللي في الأراضي الزراعية. طيب سؤال كمان يا دكتور، سامحيني على تكرار الأسئلة لكن لا تحت أمر حضرتك. للتوضيح، حضرتك لما بتصرفوا المياه اللي في الترع المفروض أنها دي مياه حلوة صالحة للاستعمال، المياه دي بتروح فين؟ بتفقد؟ لا ما بتفقدش، احنا المياه دي ما صرفناهاش ورميناها، احنا من الأصل قللنا المنصرف من السد العالي. يعني خفضنا من المنبع. بقى تقصدي ان الكمية اللي داخلة للمصارف دي قلت؟ قلت. تمام بالضبط. طيب يا دكتور انا بشكرك جدا على التوضيح اللي حضرتك قدمتيه معنا، شكرا دكتورة ايمان السيد، وانت رئيس قطاع التخطيط بوزاره الري والموارد المائيه، جزيل الشكر لك. بنستكمل مع حضراتكم الجوده الاخباريه في برنامج من القاهره، نستكملها واغلبها هو تعامل الدوله واجهزتها مع الحاله الطارئه اللي مرت بها مصر خلال اليومين الماضيين. هنتكلم على او هنتوقف على متابعه اللواء محمود شعراوي وهو وزير التنميه المحليه للاجراءات اللي يتم اتخاذها مع المحافظين للتعامل مع الامطار واجراءات شفط تجمعات المياه في الشوارع والمحافظات المختلفه. كان حديثه خلال تفقده لغرفه عمليات الوزاره والحديث عن وزير التنميه المحليه، شدد الوزير على ضروره استمرار جميع اجهزه المحافظات المصريه المختلفه في حاله استنفار واستعداد كامل وتواجد القيادات المحليه في الميدان. جولة لوزير التنمية المحلية بمحافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لعمل سحب تجمعات المياه من الشوارع في عدد من المناطق. لفينا في القاهرة وشفت بؤر الرماية الموجودة في القاهرة، ودلوقتي حاليا مع معالي المحافظ في الجيزة الناس كلها شغالة على قدم وساق، القوات المسلحة موجودة هناك في المنصة عندنا، سلاح المياه موجود هناك وبيشيل معانا في المياه هناك. المرور يعني متواجد بصوره جيده جدا. مش عايز انا بشكر كل الناس اللي بتشتغل بصراحه في الاجهزه المحليه والتنفيذيه معانا، لانهم فعلا بقى لهم يومين لغايه دلوقتي في عمل متواصل. بعض المشاكل في مركز الصف يعني نظرا لتسرب كميات كبيره، يعني كميات كبيره من السيول من الجبال لمقر السيل في الصف، ده يمكن أثر رغم الجهود المضنية اللي قاموا بيها الأجهزة والمواطنين والشرطة، أنا بشكرهم في هذا الكلام للسيطرة على السيول، لكن تسربت بعض المياه لبعض البيوت هناك في منطقة الدسمي، وإن شاء الله بإذن الله هنسيطر عليها. عقب ذلك توجه الوزير إلى غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة الأوضاع الميدانية في المحافظات المختلفة عن كسب، حيث تلقت الغرفة بعض التقارير من وجود إغلاق لبعض الطرق نتيجة الرياح المحملة بالأتربة التي تتعرض لها المحافظات. غرفة العمليات بتمثل حلقة الوصل ما بين غرفة الأزمات في مجلس الوزراء وبين غرف الأزمات الموجودة في المحافظات، بتقوم بدور مهم جدا، خاصة احنا مثلا عندنا كان الصبح تعطلت كهرباء انقطعت عن محطة عين شمس، ودي يعني بتمثل محطة ضخمة قوية بتمثل حوالي 800 ألف متر مكعب، فبالتالي اما انقطعت الكهرباء أثرت على سحب المية في المنطقة الشرقية كلها، فتم الاتصال بسرعة من عندنا هنا وتواصلنا بمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء تواصل بسرعة، رجع التيار تقريبا في أقل من ربع ساعة كانت رجعت التيار تاني واشتغلت المحطة من جديد. الوزارة تعاملت أيضا مع بعض الحوادث التي تلقتها غرفة العمليات، سواء من انهيار لبعض العقارات أو إغلاق لبعض الطرق الرئيسية أو الفرعية. أشرف مبارك، النيل. مستمرون معكم كما نوهنا في رصد كل متابعات أجهزة الدولة المصرية. الآن ما قامت به وزارة الداخلية نرصده في سياق هذا التقرير.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة لكافة المناطق التي تضررت نتيجة لموجة الطقس والأمطار الغزيرة التي ضربت مصر بالأمس واليوم. كانت وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار قد قررت صرف إعانة عاجلة لحين صرف التعويضات التي يقرها القانون. القيمة اللي أعلنت عنها الوزيرة هي 1000 جنيه لكل مصاب جراء هذه الأحداث و 5000 جنيه لأسر المتوفين. وصلت غرفة عمليات الهلال الأحمر متابعتها لأوضاع الأسر المتضررة جراء التقلبات الجوية، وذلك من خلال انتشار فرق الإغاثة والتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظات. يتم عن طريق وبالتعاون مع بقية جهات وهيئات الدولة من وزارة التضامن والقوات الشرطة وقوات المسلحة والأجهزة الحكومية الأخرى زي مجلس المدينة والكهرباء وما إلى ذلك، التعاون نحن نعيد الناس إن شاء الله إلى وضع حياة طبيعي، وده بياخد الحقيقة مجهود كبير جدا من إغاثة من حيث الأكل والشرب والبطاطين والأعشاء، وخصوصا إن الأجواء العامة كمان باردة والطقس بارد للغاية. 27 مركزا للإغاثة فتحت أبوابها لاستقبال المتضررين، ويتم نقلهم إلى مراكز الإغاثة لتوفير مزيد من الخدمات، كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة. في 27 غرفة عمليات مقاربة للغرفة دي بتعمل على المسح والتقييم وتقديم الإغاثة والدعم الرئيسي للمتضررين. أنواع الدعم اللي احنا بنقدمها، احنا بنقدم دلوقتي في 15 مايو دعم كامل، بنقدم بطاطين، بنقدم مراتب، بنعمل حصر للأسر، بنعمل حصر للمفقودين، لأن في بعض الأسر فقدت الحقيقة التواصل مع بعضها، يعني طفل هنا وبابا ومامته في حتة تانية، أو هم ساكنين في حتة تانية، أو يعني تم إيواءهم في حتة تانية، فبنحاول نعمل إعادة لم للأسر. الهلال الأحمر ناشد الأهالي المتضررين بالابتعاد عن أماكن انهيار منازلهم وعدم التكدس لمنع انتشار الأوبئة، والتواصل بغرفة العمليات لعمل الإسعافات وتوفير السكن الملائم. على مدار الساعة تعمل غرفة عمليات الهلال الأحمر على تلقي البلاغات وتنشر فرق الإغاثة في كل مكان، وتقدم كافة أشكال الدعم سواء كان معنويا أو ماديا للأسر المتضررة. نسأل الله السلامة. من غرفة عمليات الهلال الأحمر، محمد الخطيب، النيل. الشق المتعلق بالتعليم أو مسار العملية الدراسية في مصر في هذا التوقيت كان قرار صدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النهاردة الجمعة على وجه التحديد هذا القرار بتأجيل امتحانات الطلاب في الخارج، الطلاب المصريين في الخارج في بعض الدول اللي قررت تعليق الدراسة فيها لحين قيام كل دولة بإنهاء عملية تعليق الدراسة احتراما من وزارة التربية والتعليم لقرار كل دولة. كما قرر الوزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سريان امتحانات الطلاب في الخارج بالبلاد التي لم تعلق الدراسة في موعدها كما هو محدد سلفا. دي هتبقى نهاية جولتنا فيما يتعلق بالأخبار اللي ارتبطت بحالة الطقس والأمطار الغزيرة اللي ضربت مصر امبارح وجزء منها بشكل بسيط النهاردة. هنستكمل معكم هذه الجولة الإخبارية التي لم يتبقى منها سوى القليل. كان في نفي من مجلس الوزراء لما زعمته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من إجبار بعض المواطنين على شراء شنطة الإسعافات من وحدة المرور كشرط لتجديد رخصة السيارة. المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ذكر في بيانه أنه تواصل مع وزارة الداخلية اللي نفت صحة تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف أو أي أصناف أخرى من وحدات المرور. وأوضحت الوزارة أنه وفقا لقانون المرور، وفقا لهذا القانون، فإن المواطن له حرية الاختيار في شراء شنطة الإسعافات أو أي مستلزمات أخرى من أي مكان تجاري بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والجهات المختصة فنيا في هذا الشأن منعا للاحتكار. وده حديث واضح أنه ما فيش أي إجبار، وأنه إذا تم وجود أي إجبار ففي بيان ونفي من مجلس الوزراء ومركز الإعلامي ليه بالتواصل مع وزارة الداخلية، وأنه الأمر خاضع لحرية المواطن طبقا للقانون. إعلان آخر عن ضبط 2 من مروجي الشائعات في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالحديث المتكرر في الفترة الأخيرة عن انتشار فيروس كورونا. البيان اللي جه
لينا هو ضبط اثنين من العناصر بتروج الإشاعات لترويجها، شائعات تتعلق، طبعا هي شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة وادعاء على غير الحقيقة، بانتشار فيروس كورونا المستجد داخل الدولة المصرية، وبشكل وصفوه بأنه هو واسع، والأهم من ده أن هم أضافوا أن الدولة غير قادرة على مواجهة ده، والتهكم على كل إجراء الدولة اتخذته بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأي العام تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد القبض عليهم حيال المذكورين. احنا هنستمر مع حضراتكم وننتقل من الحالة المصرية اللي كانت كل الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا هو ضبط اثنين من مروجي الشائعات، ولكن في إعلان جه من مدير منظمة الصحة العالمية قال إن أوروبا أصبحت مركز بيسموها كده جائحة كورونا أو مركز للوباء، أوروبا على وجه التحديد ده حسب إعلان وتوصيف مدير منظمة الصحة العالمية، وقال إنه ده الغريب طبعا إنه الأعداد بتتزايد بشكل كبير، وإنه الأعداد التي يعلن عنها كل يوم هي أكثر مما كان وقت ذروة انتشار الفيروس نفسه في الصين. مدير منظمة الصحة العالمية دعا إلى تخفيض المخالطة الاجتماعية، وقال إن المنظمة تنصح بمنع الفعاليات الجماهيرية في كافة أنحاء العالم، كما دعا كل دول العالم إلى أن تتبع نهجا شاملا في مواجهة الفيروس وليس إجراء الاختبارات وعزل الحالات وتتبع المخالطين فقط، كما طالب الدول بأن تستفيد من تجارب الدول التي حققت نجاحات في مواجهة هذا الفيروس، وسمى يعني هو قال طبعا خاصة دول أسيا وسماهم زي الصين واليابان على وجه التحديد. وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية عن إطلاق المنظمة لصندوق تمويلي للتعامل مع فيروس كورونا بهدف أن تتاح للدول المساهمة لشراء المعدات وشراء الكمامات وغيرها من لوازم الحماية والوقاية وتحسين التحقق من إصابة أي شخص بيشتبه في أنه هو حامل لهذا الفيروس. المنظمة أيضا دعت إلى تجنب السفر غير الضروري والمشاركة في التجمعات والفعاليات من أجل الحد من فرصة انتشار هذا الوباء. حسب تعليقه طبعا ده يعتبر أقرب إلى أن يكون وباء منه إلى فيروس انتشر حسب تصريح منظمة الصحة العالمية. هنتكلم على ترحيب من أعضاء لجنة، وده آخر ما لدينا من أخبار، ترحيب لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير الحكومة المصرية الثالث للاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، وقالوا إن هذا الاعتماد وما تضمنه من إشادة دولية بملف مصر في مجال حقوق الإنسان بيعد إنجاز للدولة التي تعهدت بتنفيذ هذه التوصيات خلال السنوات الأربع القادمة. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريح له اليوم إن قبول مصر لحوالي 270 توصية كلية وحوالي 31 توصية جزئية يؤكد أن مصر بتسير في محاولة لتنفيذ كل الطلبات اللي طلبتها منها منظمة حقوق الإنسان في اعتماد بعض المعايير الدولة المصرية بتسعى لتطبيقها في هذا التوقيت. دي نقطة ختامنا في هذه الجولة الإخبارية، بعد قليل هنتوقف حول موضوع مرتبط بكيفية الاستفادة من مياه الأمطار اتصالا بما مرت به مصر من سوء أحوال جوية وأمطار غزيرة التي تشهدها مصر منذ سنوات طويلة ماضية. أرجو أن تبقوا معنا بعد قليل.